داي. ترى انا باخبي بحط يدي ورا ظهري اوكي وباخذ يا عدد زوجي او فردي اديله كذا اعطيه كذا الله صقت بذنه هابي ماذر داي او ماي جاد هابي ماذر داي يا سلام واخيرا الصيف يا جماعه اخيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. المهم يا جماعه ركز معي من الدقيقه هذه الى الدقيقه الاخيره انت حتنصدم مثل ما حينصدموا ذولي الان. رحت سوق ايجن ستور سوق اسيوي والله يا جماعه اني انصدمت. اخذت مجموعه ايس كريمات ما توقعت في يوم من الايام اني بلاقي هالنكهه. الله اغرب واعفن ايس كريمات ممكن تمر عليك ممكن تطلع حلوه ممكن 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 لكن اذا بعد ما تخلص الفيديو ابيك تكتب في التعليقات وش ممكن يطلع منك من فكره قد تكون فكره تجاريه وتجيب في الناس العيد. نكهات يعني افكار نكهات افكار نكهات يا سلام تبون انا عندي نكهه واحده صادمه للغايه بخليها في الاخير ونبدا بالصدمات الحلوه. تدرون اني احب الفيديوهات اللي فيها تجارب نكهات جديده لانها تعطينا كذا اكسبيرينس. سويناها عن البطاطس والحين بنسويها عن الايس كريمات. ركز معي كارثه. وجاهزين للنكهه الاولى؟ والله يا هو ازعاج بزارين. اوكي يلا ايس كريم بالفاصوليا وشو؟ اوكي يلا ويت مع السلامه. ايس كريم ايش؟ لا لحظه والله ايس كريم بالفاصوليا ريد بينز ريد بينز بالفاصوليا السعودية. I thought that was pomegranate. لحظة ما كيف والله ها ريد بينز افتحوه كلوه يلا والله حبة فاصوليا ان شاء الله عقبال المعصوب والفول والعدس. اسكب حباتهم جد بصورة والله حباتها مو حلو فول سوداني ايه فاصوليا كاري خلاص خلاص I took a bite into one of the beans طعمه اربع ثلاثة من عشرة ما يسوى ممتاز. ادريبكم ادريبكم تبون تروحون البحر بس هنا اهدى شوي عشان الشمس. النكهة الثانية يلا والله تعبت مخبيها ورا ظهري ايس كريم بيض عيون شلون؟ لا والله ايس كريم سولتد ايج بيض عيون. انت لما قلت عزوز عزوز اذكر الله يا ابن الحلال اذكر الله. البيض موجود في كاكات في كاسترد في بس لا لا هذا صفار صفار البيض ايج يوكس صفار بيض مملوح so مو مملوح مملح المملوح انتي ايس كريم هو ايس كريم ميلك شوجر سولت اند ايجز. طيب هو الحين نشوف بسم الله اوكي ممكن يكون بيض عيون بس انا قلت سولتد قلت سولتد اج يلا شكله حلو الله نايس اهم شيء الغلاف. لما قلت شيء غريب كنت احس انك يعني بتجيب فواكه يعني ما هي معروفه. اصبري اصبري جايك شوف الشكل انت تفك شوف الريحه والله شميت ريحه بيض صدمه كبيره. اعطيها قضمه البعير النائم تعرف الكيكات خوله اذكر الله يا بنت خوله اذكر الله بنت الحلال اجلس كذا البسكوت اللي فوقها مارشميلو وعليها سبرانكلز ما اعرف والله انا اعرف بسكوت موز اربعة من عشرة مو اربعة حرام تعطيها اربعة صفر شوف شكله يلا ما عليه اللي بعده عزوز مصدع خلاص خلاص والله ايس كريم هالمرة ايس كريم عطري اوكي يلا ايس كريم بالعود والله ايس كريم بنكهة الياسمين. وش ذا؟ ايش ياسمين؟ اوه كوكونات؟ نعم اوكي ما ادري احس لا ايس كريم حلو هذا ينفع لاهل الطايف واهل جازان لانهم يوزعون الياسمين على الناس مع الياسمين اعطهم ايس كريم
شكله بيكون حلو. يعني انا ما عندي مشكله اشرب شاي ياسمين، انا ترى دائما اشربه. الله وشو ذا وراه مسطح كذا. اوه جوال. اوكي بسم الله. خولة انت تفكين الاكياس، سبحان من خلقك، وقاعد تعيب علي انا. الله ريحته ريحته عطر صح، ريحه صابون، ريحه قفل قفل الموضوع. طلع مو كريمي، مو كريمي بس جازمن، جازمن اللي هو ياسمين. الله اخيرا حلو، مره حلو، مره حلو، سو جود. كم تعطوه من 10؟ 10 من 10 10 9. المفروض ان احنا نخلي هذا اخر واحد عشان يعني نختم. الله حلو. انا كنت متوقع انه بيطلع طعم الصابون يعني 100%، بس طلع حلو. جاهزين للنكبه اللي عقبها؟ لا جاهزين لاكثر شيء حلو. اوكي ايس كريم بالفجل. يا ربي وش الحالة هذه؟ وش الحالة؟ وش ذا؟ بنجر. هذا هذا من نوع من انواع الخضار البنجر صح؟ جذور البنجر اللي يجيك يا بنفسجي يا احمر فجل اللي نحط مع احيان مع المشاوي. ليش؟ هم اللي ليش؟ احنا سوينا. طيب انا شفت في التيك توك الحين الايام في عصيرات ايوه مع الكريمه نفس الفليفر هذا. بس كلهم يمدحوه، فانا الحين قاعد اقول ان شاء الله يمدحوه. يلا بس وش لون فجل؟ مدري بنجر مدري ايش. تتذكر البطاطس اللي اكلناه بنفس الجذور هذه؟ يس. اوه يلا ريحه البطاطا المقليه. ها يلا يا خولي يلا 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 قضمه البعير النائم. ايوه حلو 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 كريمي. الله والله الظاهر الظاهر ان الذوق عندكم تشقلب. لا 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 والله no, it's probably because of the eggs now everything tastes good. كأنه فيه كراميل صح؟ كأنه نكهة كراميل عليه. بس وين الفجل في الموضوع؟ ما ادري، ممكن عشان اللون بس ماركتينج. بس تقولي ريحته قلي. ريحته ريحته شيء متحمر، شيء مكرمل. كارملايز. كارملايز. يس. So like a 7 out of 10 because of the smell. 7 من 10 عشان الريحة. بس انك عادي لو تشوفته بالسوق تشتريه. اشتري مرة ثانية. اوكي والله خسرنا كذا. جاي لعندنا نحاش من صاحبته. هي. هلو. هلا هلا. كيوت. يعطيها العافية قاعدة تنظف الحديقة. هذا الكلب تقول عمره 13 سنة، أكبر منك يا جوانا. حبيبي. عليهم ماشيين مع من غير ليش من غير. خلاص 13 سنة ذا شايب ذا شايب خلاص. تشوكي. أي تشوكي ذاك عمره كم شهر؟ يلا وزع بلوت. النكهة ما قبل الأخيرة. أوكي؟ آيس كريم بالشاهي الأخضر. معقول معقول. بس شاهي أخضر إن شاء الله. وذا إيش؟ اوه لحظة لا لا فاصوليا مع شاهي اخضر. اي والله اصبر والله يا جماعة جرين تي ايس كريم وذ ريد بين. توني ادري انا منصدم الحين مثلكم. شاهي اخضر مع فاصوليا. والله واز هابي خليني اشوفها من جوا. اوه ماي جاد هذا حنة. خلاص ايس كريم حنة. انا هذا اقتراح يا جماعة، اللي بياخذه برفع عليه شكوى. يلا ما اديله اديله. يا سلام ما احد نطعمه. سكوب واحد تقول نطعمه كلنا. صح صادقه والله. اعطيها قضمه البعير المستانس. ها يلا خولة ميكس 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 حلو بعد فجاه كارثه. تجي من البدايه تقولي الله جرين تي مو حلو. كيف طعم الريحه؟ اصبر اصبر اهدى يا ابن الحلال اذكر الله الرجال بالسكاكين. ما في لها. لا يا لا يا ابوي ما هي بلحمه. هي ما هي بلحمه. انا في دروحك يا تيكيت. اي امه صح سمك فاصوليا حسب انه ميل. والله لحمه ما عاد صارت. والله والله لا زال يقطع. كم تعطيه من 10؟ 4 او 5. اوكي ايرا 2 2. ركزوا معي معليش، باقي نكهه اخيره غير هذا اللي بعطيكم اياه الحين. يا رب تكون زينه. زينة ولا نحول؟ معليش أنا آسف. لا لا هذه المرة الإيس كريم ذا بيضرب سوق عند العطارين وعند جداتنا وأجدادنا وكلهم. الله أكبر. وش مرة؟ إيس كريم بالحبة السوداء.
جابتها صح. سابل سابل. ايس كريم بالحبة السوداء. ان شاء الله ايس كريم بالمراميه والحلتيت ولا ينفع اي احد مريض ياكل حبه والله بلاك سيسمي ايس كريم. بلاك سيسمي ايس كريم. طيب ليش ايش سووا العطارين بيحبونه شكله حلو. ان شاء الله سوق حجاب ان شاء الله ينزل اصدار. هاتي والله شكله تراب البحر ما ادري وش ذا ايش يسمونه تراب البحر ما ادري معليش اي والله اوه ايوه عليه اخضر كأنه فحم سايح بموية. إنه آيس كريم فحم صح. كمية. يلا قضمة البعير. شوكة. يلا بسم الله أعطينا رأيكم. ها. إيش فيه؟ مو حلو. طعمة تراب. طعمة. بهالدرجة. ها. تراب محليب. الله الله الله. بابا ما جربتي ما شفتك. ما أبغى. ما أبغى لازم تجربين الحياة دقائق إذا قالوا لك. شوف 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 كذا يفكرون أيوة أيوة. اللي أنت تأكل يروح يقول لك. أنت. اللي في كذا سسمي. حمية. طحينية. طحينية. سكريم طحينية شلون وصل؟ والله طعمها طحينية. بس مو طحينية حلو لا. الطحينية من الوايت سيسمي. طحينية مع شوية فحم. والله لا يا ناس تكفون نبغى سكريم حلتيت. ان شاء الله يضبطونها ان شاء الله. اقول وات؟ اول شيء يجي حلو، بعدين بالنص يجيك طعم تراب. كارثة. لا طعم تراب. بعدين لما يروح تطعم طعم طحينيه خوله سلامات ترى هي ملعقه. بعدين لما تخلص تماما تقول انا ايش كنت قاعد اكل ماما زنقين من جد كذا من اول مره ثانيه. ثلاث مراحل تجيك لين يجيك هذا الفيوزات تضرب. اي ما عليها. كم تعطوا من 10؟ 4 اتنطى بعد ما ادري والله يربو 2 6 10 مره واحد ما ابغى اكل انت تاكل عادي خوله يعني باقي اخر نكهه. هذه النكهه اللي بعطيكم اياها حواسي صارت ما تتحمل. ممنوع اذا انت في اسيا رحت ماليزيا تايلاند بانكوك وات ايفر ممنوع تدخل فيها الفنادق ممنوع تدخل فيها المقاهي اذا شموا بس منها ريحتك. وات زين قاعد افكر بشيء غلط. هذه فاكهه الفاكهه المحرمه او الممنوعه في ماليزيا. هي راحت معي ماليزيا. فاكهة الدورن هذه اللي ريحتها ما أبغى أقول بس طعمها جميل. ليش آخر واحدة خولة بس فاكهة فريش والله مكتوب فريش فمعليش نجرب الفاكهة الجميلة هذه. مو أنا لا اسكريم التراب سامحناكي. هذه الفاكهة المعفنة لازم هذه انا اكلتها you just didn't see me. اكلتيها في الاحلام. هذه النكهة الموتشي. اوكي بجربها. ايس كريم ياباني طلع؟ لا اللي هو الموتشي اللي تجي دوائر مثل كذا. طيب ممكن تفتحها وتعطيني ريحتها؟ عطتها والله يا جماعة اي شيء. لا لا كذا افقعيها وانت قريب من وجهك. If it doesn't taste good اما ريحتها ممكن توصفوا لي ريحتها؟ ريحتها ماي جاد ريحتها ديزل. ريحتها سيارة قديمة جدا بديزل ومحروقة سيارة جد وسنت بس كويس يعني مقبولة مع الربلات حق الماكينة محروقة. ميكانيكي انت ورشة شغالة في ورشة قبل كذا. مكنسة محروقة ريحة ورشة صناعية خولة بلاستيك محروق. انا ريحت Can I give these to one of the kids? Are you like that? تبغى تعطيها؟ طيب فلن نجربها الآن يلا. بعد هذا الوصف كله؟ إيه إيه قلتي ورشة ومكنسة ما فهمت عليكم. يلا أعطيها عزوز برافو عليك يا ولد. طعمها غير عن ريحتها. هذا اللي أبغى أقول لكم إياه. طعمها حلو بس الريحة ريحة you can smell it. صح. الغريب في هالفاكهة سبحان الله العظيم طعمها جميل. لكن ريحتها سيئة جدا جدا جدا. طعمها مانجو. نعم. يس. نعم. بعدين في ريحة ديزل. طعمها فواكه مثل شمام ومانجا بعض. أو يوسفي. بلساني. أيوه. بدي أطعمها بلساني. أيوه. بس مجرد ما آخذ نفس أو أطلع نفس الريحة أطعمها هنا داخل أنفي أحس إن في شيء قاعد يقول بس طعمه أيوه. طعمه مرة حلو. طعمه حلو هي.
طعمه حلو. يا انا خليت في الاخير والله معروفه هذه جوانا. خلاص واحد طمنوكي. يلا خلاص خذي واحده. شكرا. يلا جربي اتس اوكي. سكري انفك وكليها راح تحبيها مره. ها يلا يلا لا تتنفسي. جوجو تيست ما عليك من الريحه. يلا سكري انفك. I don't like it. والله واحد من عشرة. واحد من عشرة. أنا طعمه حلو بس ريحته مستحيل. الحين سؤال. ها. أنت الأشياء هذه ليش مو قاعد تجربها معانا؟ جربت معاكم. الحلو. الحلو بس. خولة يكفي إني دفعت. مكتب موتشي. يلا حبيبي يلا. لا لا شوف لحظة شوف يا أبو خولة شوفي غروب الشمس سبحان الله العظيم الجمال كله. انت مي مشكله عشان اتخلص من الموضوع. اللحظه والله هذه الدور ولد الناس لا يروح فيها يا ول حالي. دراما. Fifteen years old. Oh my god, good for her. ريما شايفه هذه؟ Oh my god, Chucky. Chucky. مضير قصدك؟ الله عجيبة. وش النحت الرائع هذا؟ حقيقي. تفضل برج مراقبة اتصالات. هذا للحين بمكانه ذا متسمر. لا هو اللي جاء ولا هو اللي جرب سكريمات معنا. ريما شوفي التمساح اللي هنا. تمساح. لحظة تعالي تعالي تعالي. شوفي الفيل اللي هنا. الله. Oh my god. هذا دب. لا. اوه لا هذا غوريلا. والله توني ادري. نمله اي والله صح هذا هي نمله هنا. اوه شكلها جاهزه هذه ولا وش؟ والله جاهزه فور شور. باين جاهزه. اوه هذا شو اسمه خرجيت. يلا يلا مع صدمه الاسكريمات ما عاد صاروا يستوعبون. باي. كفوب ما اقدر. لا 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 واخرى عني بس من بعيد.